ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا فيديو النهارده جديد. كنت انا قايله لكم ان انا كنت جايبه فستان صاج، وطبعا الفستان الصاج ده كان محتاج حاجه اللي هي تكون بتشد الجسم، فاشتريت الكورسيه. وهوريكم كمان انواع الكورسيات اللي انا اشتريتها. اشتريت نوعين كورسيه، النوع الاولاني اللي هو دوت، النوع دوت اسمه روتانا، ده شكله مفهوش مميزات خالص، جبته على اساس ان هو يلم عندي منطقة البطن، عشان انا عندي منطقة البطن مليانة شوية من كتر الاكل وكده. يعني بصوا، يعني انا لو قربت لكم من الكاميرا هتفتكروا ان هو ده القماشة بتاعته شديدة جدا، كأنها بتلم منطقة البطن وممكن تلم معاكم منطقة الجسم كلها. لا خالص، ملمش معايا منطقة البطن، كان جسمي زي ما يكون عادي نهائي، كأني ملبستوش اصلا، فما عجبنيش خالص. انا كنت نازلة ما كنتش اعرف اي انواع كرسيات نهائي اصلا، فعشان كده جبته وركنته لانه ما عجبنيش خالص. هقول لكم بقى النوع التاني. بعد ما اشتريت الكرسي ده طبعا وركنته، لان انا كانت المناسبه قريبه عندنا طبعا، ولازم اتصرف في الوقت دوت، لاني كنت خلاص حجزت الفستان وما كانش هينفع ان انا ابدله او حاجه، لان الصراحه كان عجبني جدا. بعديها نزلت تاني يوم على طول ادور على حاجه تاني ان انا اجيبها. اشتريت كرسي اسمه كرسي لاسو، ده شكله، ودي القماشه بتاعته. بصوا قبل ما اوريكم القماشه بتاعته هحكي لكم عليه الصراحه. يعني لما جيت كنت خايفه برضو يطلع زي عمليه كورسيه اللي انا كنت جايباه قبل كده. لا دوت في اللبس كان طلع بصعوبه شويه، بس لما لبسته الصراحه عايزه اقول لكم فرق معايا جدا. يعني لم منطقه البطن وما خلاش في منطقه بطن خالص. يعني هوريكم كمان الفستان دلوقتي، ده الفستان اللي انا كنت لابساه وقت ما رحت الفرح، ما خلاش معايا منطقه ستريت خالص. لا هو لم معايا بس منطقة البطن اللي انا قلت لكم عليها، وبيخلي لك كأن شكل الجسم بتاعك بالظبط، بس بيلم اي منطقة معاكي تكون مترهلة. فالصراحة الكرسي دوت عجبني جدا. صعب ان انتوا تلاقوه شوية، لان انا لما نزلت كان ما كانش موجود تقريبا في معظم الاماكن. شايفين الكرسي عامل ازاي؟ القماشة بتاعته كمان مريحة جدا، طريه جدا في اللبس. لما لبسته الصراحه ما ضايقنيش خالص في الفستان، يعني لما قعدت بيه الوقت مده الفرح كان كويس جدا معايا، ما عمليش اي مضايقات خالص. لا عادي، كنت بقعد وبقوم عادي. سعره كان تقريبا 180 190، كان في الرينج دوت. يعني انا كنت جايباه تقريبا في شهر 3. انا معلش عملت لكم فيديو متاخر، لان انا من نوع الكسول شويه مقارنه بالاسعار اللي هي الماركات. يعني انا شفت اسعار كده مخيفه جدا، ده كان فرصه بالنسبه لي، وفي الوقت كمان اللي كان مزنوق فيه ان انا اقدر اشتريه، لان كان وقتنا مزنوق قوي. حبيت بس افيد البنات اللي هي بتدور على انواع الكورسيه، لان يعني الناس برضو اللي كنت بدور ومحدش فادني الصراحه في الموضوع ده خالص، لولا انا نزلت ودورت وجبت برضو. يعني هو دوت اي نعم رميته لاني ما كانش هينفع ارجعه، لاني البنت البنوتة اللي وفا كان قالت لي ممنوع ان انت تبدلي او ترجعي. حتى حبيت ان انا اقول لكم على التجارب او اشوف ايه الانواع اللي موجوده في السوق علشان اقدر ان انا اوصلها لكم. من ضمن الحاجات اللي حبيت اقولها لكم برده، حبيتوا تشتروا اي نوع كورسيه تجيبوه المقاس بتاعه يكون اقل نمره. يعني مثلا انت لو مقاسك اكس لارج تجيبي اكس، لو اكس تجيبي ميديم. انا جبته ميديم طلع معايا مظبوط. تقريبا قلت لكم المميزات بتاعه الكورسيه، بس ما قلتلكوش اني مثلا انا لما لبسته مره تاني هل هو مثلا وسع مني، هل هو ما لمش معايا مره تاني. الصراحه مش هقدر افيدكم بالمعلومه دي، لاني انا الصراحه من ساعه الفرح ما لبستوش مره تاني خالص، انا لبسته بس هي مره واحده. اضافه كمان حابه اضيفها لكم، الكرسي اللي هو بيبقى زي عمليه شورت كده، او اللي هو فيه كرسيات بتبقى متجزأة، اللي هي الكرسيات اللي هي بتبقى بتلم منطقه البطن بس، وفي كرسيات اللي هي بتبقى شورت، في انواع كتيره طبعا. بس انا لما جبته يفضل انتوا تجيبوا كرسي كامل. الكرسيات اللي هي بتلم منطقه البطن سمعت ان هي بتبرم، يعني انت لو قعدتي او قمتي بتبرم، فما بتكونش مريحه جدا خالص في اللبس ده. وكذلك الشورت، يعني سمعت برضو ان انت لو قاعده وقايمه وكده، فبرضو الكرسي برضو بيبرم معاكي في ناحيه منطقه البطن. نصيحه يعني لو حبيتوا تجيبوا كرسي كامل، هيكون افضل بكتير من الكرسيات اللي انا قلت لكم عليها. كمان في حاجه، ان الكرسي اللي معايا دوت فيه حماله، والحماله دي بتضيق وبتوسع، يعني فيها اللي هي الابزيمه اللي فيها دي تقدري ان انت توسعيها وتضيقيها براحتك على حسب الحاجه اللي هي هتريح المنطقه بتاعه الكتف. فدي كانت حاجه مريحاني جدا. غير ده طبعا دوت ما كانش فيه ابزيمه نهائي، يعني زي ما انتم شايفين جاي كده بالشكل دوت.
بس كده الفيديو بيكون خلص. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو لو عجبكم، وكمان تعملوا لنا فولو على الانستجرام انا وآية، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.